غلاء فاحش في أسعار الخضر والفواكه تشهدها الأسواق الجزائرية مع تزامن عيد الأضحى المبارك، ولد استياء عميقا لدى المواطنين الذين سئموا من تكرار الظاهرة في كل مرة. راهي ودي ما نقولكش راهي نار تشعل اللوبيا هذيك المشطو شحال راهي تقول وليدي شحال بيبري 20000 الكيلو لوبيا مشطو 20000 الكيلو. وهذا كو يحيى يهدر الصباح يقول لهم باللي الازمه تاع البترول ما نجموش على كيفها ريغلومونطاسيون سريكت لو كوميرس يديروا دي انسبكتور يكثروا في لي مارشي يبون انوندي ماشي انوندي في الخضره انوندي في الغاشي دي انسبكسيون دي كونترول شاك بوا سي بيان. الاسعار في المارشي تشوف راك هنا راك تدور وتشوف، بصح لو كان تدور في الاحسن في الكرو في المارشي الكرو تشوفوا السلعه علاش راهي غاليه. القرعة راهي غالية، الطوماطيش غالية، الخضرة اون جينيرال راهي غالية. الاتحاد العام للتجار والحرفيين أرجع أسباب هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الخضر والفواكه إلى غياب اليد العاملة في المناسبات وارتفاع درجة الحرارة. نتيجة لمجموعة من العوامل، العامل الأول هو مدى استقرار التموين، واستقرار التموين طبعاً مرتبط بالإنتاج، مدى وفرة الإنتاج مرتبط أيضا باليد العاملة اللي للأسف الكثير معناتها من المزارعين والفلاحين يشتكون من نقصها، مضطرب كذلك بفصلية المنتوجات، لأن المنتوجات اللي مثلا تنتهي بالصيف يعني بالتأكيد مع نهاية الصيف وبداية الخريف نترقب ارتفاع في أسعارها. ممكن نقص المنتوجات أو نقص بعض المواد أيام العيد ماهوش راجعة للتاجر وحده، وإنما راجعة أيضا على مستوى قطاع الإنتاج، لأن الكثير من المزارعين والكثير من الفلاحين حتى الكثير من أصحاب غرف الحوض والتبريد يقول لك أن يومين ولا ثلاثة أيام قبل العيد العمال نتاعي كامل يروحوا يعيدوا في ديارهم. إذن في كل مناسبة تتكرر اسطوانة غلاء الأسعار وتتكرر معها المبررات نفسها، مبررات لن تنفع المواطن البسيط الذي أنهكته الظروف المعيشية.